في أعقاب تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا، حاول فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا إن هو يصور لدول الاتحاد الأوروبي وكل دول الناتو إن هو بيحارب نيابة عنهم، ولذلك المطلوب منهم إن هم يدعموه على أفضل ما يكون، إلى درجة إن هو فرض الشروط عليهم إن يا إخوانا لابد من قبول أوكرانيا في صفوف دول الناتو، ولابد من قبول أوكرانيا في صفوف دول الاتحاد الأوروبي، وإلا فلا. دول أوروبا وعدته، الناتو وعده، إلا أنه قد تلقى صفعة من الناتو في ذات الوقت، ومنذ ساعات قليلة تلقى أكبر ضربة من دول الاتحاد الأوروبي. تفاصيل خلال الحلقة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. الإشكالية بتاعت فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا إن هو مجرد مهرج، ممثل مهرج فعلا، يعني رجل دخل السياسة من باب الفن، يعني كان عامل مسلسل، المسلسل ده طبقه على أرض الواقع إلى درجة إن هو تفاصيل المسلسل واسم الحزب اللي كان موجود في المسلسل وهو كان بيمارس دور رجل سياسي بيتصدى للفساد في الدولة بتاعته وترشح، ده كله في المسلسل اللي هو عمله، اترشح كرئيس للدولة بتاعته وحقق إنجازات غير عادية، الشعب الأوكراني اتبسط جدا من المسلسل، فجه فلاديمير زيلانسكي ترشح فعلا للانتخابات الرئاسية ونفذ السيناريو بتاع المسلسل، إلا أن الشعب الأوكراني فعلا التف حواليه لأن هو كان بيأدي دور ممتاز جدا، الشعب الأوكراني حبه. الشعب الأوكراني شعب غبي أساسا، كان متصور أن ما هو موجود في المسلسلات من الممكن تطبيقه على أرض الواقع. البيه المهرج ده تصور نفسه ان هو بطل، لما حصلت الازمه بتاعت روسيا واوكرانيا بدا يتصدر الواجهه، عقدوا معاه الصفقات القذره اللي هم دول الناتو ودول الاتحاد الاوروبي. يا عم فلاديمير زيلانسكي، انت هتحقق كل الاهداف بتاعتنا والاجنده بتاعتنا في مواجهه روسيا مقابل انك انت هتنضم للاتحاد الاوروبي وهتنضم لدول الناتو، زي بالظبط ما القوى الغربية عملت مع عناصر جماعة الإخوان ومع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالتنسيق مع تركيا ودول عربية أخرى. يا جماعة يا بتوع الإخوان، هتركبوا الحكم بتاع دول المنطقة العربية مقابل إن كنتوا تنفذوا لنا الأجندة بتاعتنا في المنطقة، وهو ده اللي حصل. فعلا نجحوا في ان هم يركبوا على حكم المنطقة العربية، فحدث ما حدث في أعقاب ثورات الخراب العربي 2011. ثم لما انتهى دورهم انداسوا أسفل الأحذية. دايما هو ده مصير كل الخونة. عمركم شفتوا خاين أساسا بيتم رفعه فوق المنصات مثلا أو فوق القمة ولا حاجة، حتى لو ترفع فوق القمة إلا أنه بيسقط سريعا. فلاديمير بوتين قال، عفوا فلاديمير زيلانسكي قال، اخوانا أنا عاوز أنضم للاتحاد الأوروبي، مش والنيتو مش ووعدوه. ايه اللي حصل حضراتكم؟ منذ ايام الرئيس الامريكي جو بايدن اعترف وقال لا يمكن باي حال من الاحوال مهما كان الدور اللي بيمارسه فلاديمير زيلانسكي ان احنا نستثني اوكرانيا من اي شروط او معايير متعلقه بالانضمام لحلف شمال الاطلسي. مفيش حاجه اسمها استثناءات، يعني ايه لا مؤاخذه؟ يعني سيادتك اوكرانيا مش هتنضم لحلف الناتو، لانك انت عشان تنضم لحلف الناتو لابد انك انت يتوفر فيك عده شروط، اولها ان تكون قادر على الدفاع عن اراضيك، ثانيها قوتك العسكريه، ثالثها انك انت ما بتكونش اساسا بتخوض حرب وجود شرسه، ومن ثم لا تنطبق المعايير على اوكرانيا. وزير الخارجيه الدنماركي لارس لوك صرح تصريحات في منتهى الخطورة لجريدة الفاينانشال تايمز البريطانية، قال نفس الكلام اللي قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بالحرف الواحد إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يخفض مستوى المعايير بتاعته من أجل قبول أوكرانيا في صفوف الاتحاد الأوروبي. مفيش حاجة اسمها منح، مفيش حاجة اسمها استثناءات لا مؤاخذة، نفس الكلام اللي قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني ايه؟ ما انا حاربت نيابه عنكم. لا ما عطلكش. طيب ما انا بهدلت الدنيا الى درجه ان انا وقفت نيابه عنكم ضد روسيا. لا ما ساعدتك، ما خلاص دورك خلص.
بدأت دول الاتحاد الأوروبي أساسا تحجم انضمام أوكرانيا للاتحاد. يجب ألا يخاطر الاتحاد الأوروبي باستيراد عدم الاستقرار داخله، وقال إن الاتحاد يخاطر باستيراد عدم الاستقرار إذا خفف المعايير بتاعته بشأن الديمقراطية والفساد من أجل التعجيل بقبول أوكرانيا. نحن نخاطر بقبول أوكرانيا بلا شروط أو معايير، ده هيأثر علينا إحنا كدول الاتحاد الأوروبي. يعني على رأي المصريين كانت خالتي وخالتك واتفرقت الخالات، يعني دليل على إن خلاص كل واحد بقى مصلحته انتهت، وبالتالي كل واحد يشيل الهموم بتاعته. نحن بهذه الشاكلة نستورد عدم الاستقرار. إذا كان ينبغي تطبيق نهج خاص على أوكرانيا، فسيكون ذلك في شكل مساعدة إضافية بمشاركة كاملة من الحكومات الأعضاء. نحن نريد الاستثمار ونريد المساعدة، ونريد أن نكون إيجابيين ونساعد بعض الناس قدر الإمكان. لكن لا يمكننا خفض المستوى وخفض المعايير عشان نوافق على أوكرانيا. خلصت. كان متصور نفسه بطل. المفوضية الأوروبية طبعا كانت حددت في توصياتها السابقة لمنح أوكرانيا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي 7 شروط، أبرزها الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد. وطبعا عشان تحصل على وضع مرشح، ده مجرد بداية رحلة طويلة للانضمام للاتحاد الأوروبي. يعني مثلا تركيا مرشحة للانضمام لدول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، يعني من حوالي 24 سنة، يعني من حوالي ربع قرن من الزمان، ولم تحقق كل الشروط للانضمام لدول الاتحاد الأوروبي لا مؤاخذة. مقدونيا الشمالية منذ عام 2005 لحد تاريخ النهاردة ما انضمتش، واخدة أو حاصلة على لقب مرشح الاتحاد الأوروبي. يعني سيادتك، مش كون انك انت بتحصل على هذا اللقب او هذه الصفة يبقى معنى ذلك انت خلاص هتدخل. انا عاوز اقول لحضراتكم ان الناتو وقيادات الناتو وقيادات الاتحاد الاوروبي عقدوا مئات الاجتماعات، قالوا بصهم طبعا في بداية ازمة روسيا واوكرانيا، احنا خلاص اوكرانيا تعتبر انضمت لدول الاتحاد الاوروبي، والناتو كذلك برضو عقد الكثير من الاجتماعات، قال بصوا يا جماعة كده خلاص تعتبر اوكرانيا جوه الناتو. الكلام ده كله حاولوا يقنعوا بيه فلاديمير زيلينسكي رئيس اوكرانيا في البدايه عشان يورطوه في الحرب دي. النتيجه اصبح لوحده، النتيجه اخذ بالجزمه بشكل غير عادي. طبعا هو ما كانش يعرف اساسا ان اللعب مع الكبار محفوف بالمخاطر بشكل غير عادي. الدنمارك على الاتحاد الأوروبي ألا يخفض المعايير بتاعته لقبول أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وحضراتكم طبعا كنت تابعتم أساسا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الخصوص. طبعا كده خلاص خلصت. ليه؟ أوكرانيا انتهى دورها، ومن ثم هي تنتظر التقسيم، وده هنكشف الستار عن تفاصيله في حلقة قادمة. انتظرونا.